السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الحديد اليوم 5/6/2022 في مصر سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 18170 جنيه للطن، أما شركة بشاي 18070 جنيه للطن، حديد العتال 18050 جنيه للطن، أما حديد المصريين 18070 جنيه للطن، أما حديد الكومي 18000 جنيه، حديد الجيوش 18000 جنيه، حديد العشري 18000 جنيه، وحديد المعادي 18000 جنيه، مصر ستيل 18000 جنيه، حديد الدخيلة 18170 جنيه، حديد المراكبي 17850 جنيه، حديد عطية 18070 جنيه. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا بلايك ليصلكم كل جديد. شكرا.